والآن أود أن أرحب بالدكتورة زينة أحمد وزيرة المالية بنيجيريا. حضرة السادة السيد رئيس وزراء مصر، رئيس البنك الدولي، ممثل البنك الدولي، السادة والسيدات، يشرفني أن أكون هنا بينكم وفي ضيافة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكذلك الحكومة المصرية. إن الأقاليم الأفريقية لا زالت تعاني من تأثير التغير المناخي، وهي الظاهرة التي أدت إلى زيادة التضخم وبدرجات مرتفعة. إن الأزمات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم، وأيضا هذا يهدد أهداف التنمية المستدامة. أيضا يجب أن يكون لدينا طرق للوصول إلى التمويل وتحقيق الصمود المطلوب للنظم السياسية والاجتماعية. وهناك الكثير من الشواغل الخاصة بالتركيبة المناخية الحالية وتمويلها والآمال التي نطمح إليها. وأثناء انعقاد كوب 26 في غلاسكو، كان هناك أصوات تنادي بأن الدول المتقدمة قد أوفت بجزء يسير من التزاماتها. أيضا التركيبة المناخية المطلوبة تحتاج لأن تكون أكثر شمولية وتكون أكثر اتساقا، وهذا فيما يتعلق بآليات التنفيذ وأطرها. وأنا أؤكد على أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة مثل الغاز يجب أن يكون متاحا لنا، حتى يتثنى لنا أن نستفيد ونطور بلادنا، وأن يكون لدينا فرصة لتقديم الحياة الملائمة والكريمة لسكاننا. وهذا يتطلب أن يكون هناك نهوضا بالاقتصاد، وهذا أمر يهتم بها البنك الدولي. وأيضا شاهدنا أن حدث عددا من الفيضانات في كثير من الولايات، وحدث نوع من النزوح لأكثر من 2.5 مليون فرد. إذن الأمر حقيقي. نحن في نيجيريا وفي بقية أفريقيا نحن نقدر الدعم الذي يقدمه شركاء التنمية، ونرى أن هناك ما زال الكثير الذي يجب أن يتم عمله لكي نصل لدرجة صفر من الانبعاثات، وحتى نستطيع أن نصل هذه الأهداف طويلة المدى. إن وزارة المالية ستستمر في حشد الموارد المحلية، وكذلك يجب أن نهتم أيضا بالاختيارات المتاحة وأن نحقق انتقال الطاقة المطلوب. أود أن أنهي بأن أقول أن كوب 27 نتوقع منه أن يكون هناك نوع من التنشيط للالتزامات التي قطعتها الدول المتقدمة على أنفسها. وأود أيضا أن أشير إلى أن التكيف والمنح الخاصة بالتكيف سوف تزداد لوجود خطط الاستجابة، وأيضا نناقش المزيد حول التمويل العام وتمويل القطاع الخاص، وأيضا سد فجوة الاستدامة. نحتاج أيضا أن يكون هناك توازن بين التكيف والتخفيف، وأيضا ندعو إلى تبني مستويات استدامة دولية تساعد في فتح المجال للاستثمارات في مجال المناخ.
وأخيرا أود أيضا أن أقول أننا ندعو الجميع لكي يقدموا المزيد من القدرات والمزيد من الدعم لتنفيذ خطط العمل المناخية وأيضا تقديم التمويل اللازم لخطط المناخ وتقديم الفرص الخاصة بفتح الاستثمار في والتمويل المناخي. لقد مرة أخرى أقول حان الوقت للعمل وشكرا. شكرا دكتورة زينب أحمد.